ما هذا الامتحان الثقيل؟ لقد كنت سيدة قبيلة الأمور، كنت المدللة لدى أبي، قبلت أن أكون زوجة ثانية فقط لأن زوجته الأولى لم تستطع أن تنجب. قلت لتتحد القبائل، قلت ليتحد الأتراك، قلت ليصبح لي ابن من السيد عثمان، يا الله يا الله، لماذا أخفت الأمر عني؟ أم أنه بني ولدي، ماذا إن كان صبياً؟